السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ميني توداي من قناة يوميات مغتربة وقناتنا اللي تهتم بالهجرة الغربة والمغتربين. اللي أول مرة واحد يدخل القناة نقول لها ما تنساش اشتراك وفعل الجرس وجام باش يوصلك الجديد إن شاء الله. الفيديو اللي جبته لكم اليوم إن شاء الله غير ما نكونش طولت عليكم، جبت لكم أخبار سارة وطلبوا ربي إن شاء الله هذه الأخبار تكون حقيقية، مشي حقيقية على الأقل، يعني ما يخربوش فيها، ما يمضفوهاش كما داروا ناس سي دو فوا داروا برنامج لإضافة الرحلات الجوية وكالكو مينوت ابخي سوبريموه من الصفحة الرسمية. إن شاء الله هذه المرة يكون حقيقي هذا البرنامج وما يتسوبريماش. يعني أنا ما درتش هذا الفيديو حتى تأكدت من المعلومة وخليت هذيك لانونس وقعدت غير نفيريفي فيها صافي دو زوغ، راها في الدخول لو بغيتو تشوفوا في الصفحة الرسمية لوزارة النقل. صافي زو سوايع من اللي خرجت وما بغيتش نتقلق وندير فيديو قاعد نعس فيهم باسكو داروها لا دارنيغ فوا كالكو مينوت ابخي سوبريماو لانونس. نقولكم بالنسبة للجالية الجزائرية وحتى الجزائريين اللي راهم توحشين وليداتهم توحشين خوتهم خواتاتهم اللي راهم في الغربة، نقولهم داروا البرنامج إن شاء الله، وهذا البرنامج يعني زادوا رحلات إضافية. بالنسبة للناس اللي راها تقصي على تولوز وهران، راها فتح مطار تولوز وهران بمعدل 3 رحلات أسبوعيا. ونقول لكم ان شاء الله هذا البرنامج غادي يساعدكم، وان شاء الله كاع اللي راه متمني يروح يشوف ناسه واهله ربي يوصله بخير ويلاقيه بناسه واهله بخير والله يرجع كل غريب لاهله. غادي نخليكم البرنامج مفصل في صندوق الوصف، دخلوا في صندوق الوصف عفوا وشوفوا الفيديو وداروا كما بقى. بغيت نقول لكم باللي ابتداء من 29 مارس 2022 ان شاء الله يبدا الحج، يعني تبداو تحسوا التذكره تاعكم باش تدخلوا لبلادكم ابتداء من 29 مارس، وبمعنى اخر من غدوه ان شاء الله. وصلنا الى نهايه هذا الفيديو، وان شاء الله هذه الاخبار تكون فرحتكم بزاف كما فرحتني شخصيا، ونقول لكم تصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله ونتلاقوا في فيديو قريب. واذا كنت اول مره تزور القناه ما تنساش اشتراك وفعل الجرس باش يوصلك جديد على زياده الرحلات البحريه وفتح الحدود البريه. كونوا في الموعد، سلام.